180 مليار دينار عراقي تم تخصيصه من قبل بغداد إلى نينوى، ولكن لحد الآن لم يخرج أو يطلع أي مسؤول المواطنين في نينوى حول آلية صرف هذه الأموال. مطالبات مكثفة وكثيرة ومتعددة من قبل مواطني وأهالي الموصل حول الإيضاح عن آلية صرف هذه الأموال. الآن سوف نلتقي بالمواطنين ونتحدث معهم حول آلية صرف الأموال. مرحبا عين شلون؟ هلا ومرحبا. 100 هلا. عندنا 180 مليار. أي. لحد الآن مخصلنين وابس، لحد الآن ما حد ما طلع قال حكي عليها. ايش يحكون عليه؟ هو بوق وبوق رحم الوالديك. هاي الشوارع كلها طسات وما لحقنا احنا نصرف على السيارات. ايش يسوون؟ ايش يسوون يعني؟ مثلا هاي الجسور اللي مسوها ساقة الموت، ما يسوون الجسور، الشوارع، ماي، كهرب. يعني ايش يسوون بعد؟ يا اخي. يعني المفروض غير يقولون صرفنا هاي ال 180 مليار. صرفوا رحم الوالديك، صرفوا 180 مليون. كانت ساعة الجسور ابسط مثال، الجسور سووا لنا اياها. الشوارع سووها. يعني شو يريدون اهل الموصل؟ شو يريدون غير شوارع، ماي، كهرب، يمشي براحته المواطن؟ بارك الله فيكم. اذا اعزائي المشاهدين، طبعا مستمرين معكم احنا بلقاءاتنا مع المواطنين. حجي شلونك؟ عيني، عندنا هاي فلوس موجوده جتنا من بغداد 180 مليار، ولكن لحد الان ما حد قال يابا ترى صرفنا بهالمشروع من 180 مليار. اكو حل يعني لاهل القديمه انه لا يعوضوهم، خلي يدينوهم بس. يدينوهم كل بيت تجاري، كل بيت سكني، يدينوهم وبعدين يرجعون يوفون. حتى التعويض ما نريد، هذا مقترح جديد يعني اذا يسووه. تعويض ما نريد، نريد دين. ينطون من هاي الايد ياخذون من هاي الايد، بس العالم خليه تعمر بيوتها، والعالم جاعت وتعبت. 180 شلون؟ والله يا اخي ال 180 ما اعرف ايش نحكي بعد. خلص الكلام هم بهالبلد، هم خلص. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين راحت؟ ما تعرف وين راحت؟ بيجي بالفازية غير. وين راحت؟ خلينا احنا ان الله احنا. انا نازع، ما ظل عندي كل شيء، لا بيت لا هذه، اشتغل سائق كيا عند العالم، عمري 50 سنة. وين ال 180 مليار؟ وينها؟ بس اكو الله اللي حاسب، اكو الله هو اللي حاسب. فلازم نتأكد منه، ولازم تنصرف على الوجه الصحيح، على الشيء المستحق وعلى الاضرار، واهم شيء الموصل القديمه. ما شفنا اي مشروع من ما شفنا لحد الان. اي والله من وراء ال 2003 لحد الان ما شفنا كل شيء، واهم شيء المستشفيات وغيرها وغيرها وغيرها. والله هاي كلها حرامات مع الاسف. والله برايك وين راحت ال 180 مليار؟ والمصافي ماتنا وين المصرف؟ برايك وين راحت ال 180 مليار؟ والله الله اعلم، بس ان شاء الله ما تروح. ان شاء الله ما تروح، وان شاء الله تبين. لا ان شاء الله ما راحت. والله قول راحت بيد ايادي مو نزيهه. لو كان بيد ايادي نزيهه كان صرفت. يعني ليش الشوارع هذه مكسره؟ ليش البيوت بعدها مهدمه؟ ليش الناس بعدها نازحين؟ كل شيء ما بين منها شيء. رقعوا لهم كم شارع، هم الشارع مو كله، نص نص. بس من 180 وكلها بالديون على اساس هو صار بالديون. سمعناها على الاذاعه، اساس هو كله بالاجل جاي يشتغل. وين بالاجل؟ هاي الفلوس هي مو امانه لازم تعطى لاهل نينوى؟ هي وين الامانه؟ منو اللي يصون الامانه عندنا؟ ما حد يصون الامانه. لو يصون الامانه ما هيك الموصل صار بيها. يعني برايك هاي الفلوس لازم يصير التحقيق من وراها؟ لازم اكو لجنه تحقيق، هي على مجلس المحافظه، هو واجباته هذا، هو السلطه العليا بالمحافظه. خمن المواطن يروح بالشارع يحقق فيها؟ هي السلطة اللي مجلس محافظة هم. شو تسوي مجلس محافظة؟ شو يسوون؟ هو لازم يحققون بيه. وين هاي الفلوس؟ وين صرفت؟ وين راحت؟ تأكدوا من عندها. غير اكو لجنة صرف؟ خما اكو هيجي شلون ما كان يصرفها؟ غير اكو لجنة هي تصرف المبالغ على الشيء المطلوب بالموصل؟